يبوي قديش عمر هالصندوق؟ ابو مرضي والله انك تاريخ. ها والله بس فيش حدا بيقدر. بص بال هالعالم مش عارف وين انت بدي اخذ قيمتي انا. اسطوره اسطوره. يابايي قديش حلو انه يكون عندك تاريخ مشرف. فرادة العجين متذكرة كم مرة عملنا فطاير زعتر لتاتشر؟ ها؟ يابايي ريحة القوانص شو كان يحبها جورج بوش الأب. ولا بنساش والله والله بنساش. هيها هيها إهداء من ماردي مرو. وهي هاي قديش عملنا بيض مقلي لمارادونا فيها. لا 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 لازم أصور، لازم العالم كله يعرف هذا الحكي. بصيرش. هاي أنا قررت اليوم أبين لكم قديش أنا أسطورة وتاريخ، بس فيش حدا بيقدر، فيش حدا بيقدر. اطلعوا هاي الطاسة التاريخية فيها قوانص تاريخية، هون المقلاية التاريخية فيها شوية بيض باقين كمان من التاريخ، هاي فرادة العجين التاريخية وفيها شوية زعتر تاريخي، وهاي اللي وراي مش تاريخية، هاي هادم اللذات ومفرق الجماعات. هاي هي لأنه دايما بتحبطني ما وقفتش معاي ولا مرة. لأني كأسطورة تاريخية قررت أكتب سيرتي الذاتية عشان تستفيد منها الأجيال. أقول خف علينا ابن خلدون. سيذكرني قومي إذا جد جدهم وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. شوف حبيبي أنا ما ودي أحطمك، بس ممكن تقول لي وش التاريخ اللي أنت عشته عشان تكتب عنه سيرة ذاتية؟ والي كل هذا التاريخ مش مالي عينك؟ ولكي اطلعي اطلعي وين كنت وكيف صرت. اطلعي على الأشخاص المهمين اللي مرقوا في حياتي واستطعت أن أترك أثر وبصمة. تفضلي. من هذا؟ مش عارفة مين هذا يا طلهيني. ولكي هذا تشي جيفارا. أنا عارفة أن هذا جيفارا، بس وين قابلته؟ عن طريق فيدل كاسترو. ما أنا وفيدل كاسترو هيك كنا قاعدين يوم بنتعشى مساويين بيض، فقال لي أنا عمري ما أكلت أحسن من هالبيض إلا عند تشي جيفارا. قلت له مين هذا تشي جيفارا؟ قال لي هذا زلمي غانم. قلت له عرفني عليه وتعرفت عليه. يا أبو مرضي أنت وازق ما في غير ختمين بس، ختم مطار الملكة عليا وختم مطار الملك خالد، يعني حتى جدة ما رحت، متى رحت كوبا؟ أيوة كوبا. يا بي كنت ناسي اسم الدولة. بتصدقي منيح اللي ذكرتيني، راح بالي لفنزويلا كوستاريكا بس كوبا ما جتش على بالي. يا حبيبي يا ابو مرضي ترى حتى الكذب له اصول، الكذب فن. يعني بالله عليك مين ممكن يصدق انك انت صديق هذا جيفارا؟ بعد شوف الصوره، هو يطالع تحت وانت تطالع فوق، مين يصدق؟ ما هو من المصمم الحمار. ايوه اعترفت المصمم حمار. طيب جيب مصمم كويس. بعدين يا عمري بيني وبينك الحين زملائك في المطعم لما شافوا الصور هذه صدقوك ما كذبوك ابدا؟ بعرفش والله بس كانوا يضحكوا، وكان كنه مفيش معي كثير مصاري ابو 100 ريال للمجموعه، فاجا مصمم وجلدهم الي زي ما انت شايفه هيك. هسه لكن هذا لا ينفي انني تاريخ واسطوره، واذا لم نكن طلاقينا يا مدام في الحقيقه فقد تلاقت أرواحنا في الخيال. هسه فوتي كمان على الخيال وخربي. أقول لا يكثر عاد، قم ولم قشك هذا كله فوق الطاولة لأنك وسخت الصالة.
وإذا على بالك يا عمري بأن التاريخ هذا كله بيجيب لك فلوس فأنت غلطان غلطان يا حبيبي، لأن عمرها السيرة الذاتية ما جابت فلوس طبعاً إلا إذا كنت عالم ومشهور، وطبعاً هالشيء عكس واقعك يا حبيبي. يا ساتر، ولكي أنا أبو مرضي، شوف أهمك أنتي. والله ما أقول غير الصبر والصبر يا رب. أقول حبيبي قم ولم تاريخك وده من المستودع. تاريخي يصير في المستودع؟ ولكي هذا بيستحق أكبر متحف. بس بدك متحف يقبل. صار للذباني دكاني وصارت تسكر عبكير، ما كنتش اخليه مد ايده على العجينه. شو بنحكي، دنيا زي المرجيحه يم، يوم تحت ويوم فوق. والله مش بطال هذا موضوع كتب الطبخ. اذا هذا المصنن عمل كتاب، اي انا بعمل موسوعه، والسيرة الذاتية بنخليها بعد 5 سنين تاعت الأجيال هاي. بس وين بدي ألاقي رقمه؟ سالم سالم، وين بدي ألاقي رقمه؟ سين 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 سين. أجيبه لو كان تحت الحراسة، أجيبه يعني أجيبه لو كان تحت الحراسة. أيوه أيوه، جواله المصنن، بس يا ربي ما يكونش غيره إنه بيعملها، كله بده يمحي تاريخه. الأستاذ الكبير الشاعر الجميل الأستاذ تركي المريخي، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، شرفتنا. أهلا وسهلا، شرفنا، نورتنا اليوم في بيتنا ومطبخنا الصغير والمتواضع. أنا اللي تشرفت والله. الله يسعدك، الله يسعدك ويخليك. طبعا عارفك على الشيف روني. إيه جميل، باين من باين إنه روني من شكله. من شكله. شكله واضح. طيب ترى هو مدلعنا بالأكل. طيب وأنا شو باين؟ أنت جميل، يعني جامايكي. جمايكي. يلا يسعدك. والله كل ما احلى من هذه، بس انت حبيبي، انت معاكس دائما حبيبي. يلا يسعدك. يلا يسعدك. طيب روني ايش محضر اليوم؟ عاملين ستيك مع بيبر. مين ستيك؟ بيبر اللي هي بهارات. ورقه. لا
بيبر بيبر بهارات فليفرات وهيك شغلات ايوه ليش انتم تستخدمون الكلمات الاعجميه والله تحكي له والله ثقافه ثقافه يعني غربي مش ثقافي عربي يعني الطبخات هذه تعتبر غربيه ايوه هذه كلها غربيه نعم يعني ستيك ستيك بالمجتمع العربي ما في شيء اسمه ستيك في والله انتم محسدين عليها صراحه يعني لان ساعات يواجه الانسان يعني مشاكل في التغذيه يعني نفسه يعني صح بس انت خذيتها كهوايه ولا لا والله انا تعلمتها ولا بس كمهنه بس لا لا تعلمتها انا تخصصت فيها وعم بدرسها يعني جيتها من حب يعني من هوايه ولا من حب اي من حب انا وياها هيك الله مش باين عليك انك سمينه هذا باين عليك على الركض بركض كل يوم الصبح تلميذي على فكره روني إيه تلميذي انت باين انت باين عليك واضح اني شيف طيب اليوم طيب عاملين ستيك مع خضره سوتيه الخضره اللي هي بنحط لها نتفه زبده جميل وملح وبهار بس اكل صحي يعني ما في مشكله ايه حلو وعاملين مع هيك صحن مشكل سلطات جميل ارضي شوكه بتعرف الارضي شوكه اكيد ولا بسموه انجينار ايوه طيب. وعلى الارض شوكه عاملين نتفه مشروم ايوه فريش مشروم محشي حلو اللي هو الفطر ابيض معروف المشروم أيوة. لهون لهالدرجه محشي حاشين لك عاملين لك شويه سالمون حلو وشويه كافيار معهم جميل اهم شيء الكافيار موجود حلو طيب روني استمتع بالطبخه وخذ راحتك ونسولف شوي مع ضيفنا الشاعر النجم تركي المريخي حياك الله شرفت بالظل اهلا وسهلا نورتنا اليوم شرفتنا يا اهلا وسهلا تفضل تفضل يا اهلين وسهلين اهلا وسهلا اهلا فيك انا من زمان نفسي اشوفك الله يسلمك والله واليوم شفته والله في شاعر المليون انت زمان كنت يعني رزه مش بتحكوها هيك عندكم والله عاد فيه هيبة اللهجة لها يعني هيبة يعني هي من حسنات شاعر المليون ان نواجه اكثر من لهجة يعني حلو صحيح وهذا شيء مهم بالنسبة لنا يعني طبعا شاعر المليون يعتبر نقلة طبعا في حياة النجم طبعا المبدع تركي المريخي ممكن تكلمنا شوي عن التجربة هذه؟ اي بدون شك يعني الحقيقة يعني البرنامج التلفزيوني كان بالنسبة لي يعني نقلة كبيرة في حياتي حلو. الإعلامية خاصة يعني لأني أنا بديت الإعلام كصحفي كصحفي جميل يعني بين الورق والقلم يعني ف ماني غريب على التلفزيون إنه يعني تجي التلفزيون كضيف لقاءات بس إنك تعمل كعمل كبرنامج مباشر وأيضا في لجنة تحكيم بالضبط ايه؟ وكتجربة أولى يعني بالنسبة حتى للشعر إنه يكون فيه شعراء مسرح ونقاد موجودين ونقد مباشر والشاعر صحيح يعني من طبع حساس ما يقبل انك تعطي ملاحظات عليه فبالتالي كانت مهمة جدا كانت صعبه كنت تواجهوا ناس هيك تحكي انت بتفهمش انتوا ما بتعرفوش في الشعر انا احسن واحد او ما تتقبل النقد وكذا ما بيتقبلوا النقد يعني طبيعي يعني الموسم الاول تقريبا الموسم الثاني بعدين بدت الشعراء يستوعبون هذا النهج المقياس المعيار تاع النقد لكن فعلا بالنسبه للنسخه الاولى والنسخه الثانيه طبعا واجهنا مشاكل كثيره لان الشاعر مستحيل انه يقبل انك تقول قصيدته فيها ضعيفه او شيء كذا او غير موزونه اي ملاحظه لانه يعتبرها هذه من بلات افكاره ويعتز فيها يعني الشاعر يعني وتعب عليها وهذا موروثنا يعني الجزيرة العربية هي مشهورة في الشعر يعني أكيد فبالتالي عنده اعتزاز في هذا الكلام اللي قاعد يقوله حلو فتجي تقول له أنت هذا ملاحظات على نصه يعصب يعصبون كثير إجباري يا والله طيب لك قصة في أمريكا تكلمنا عنها إيش هي بالضبط أنا تذكرت لما أحسد على الطبخ يعني فعلا الانسان يعني يجب انه يتعلم لان الظروف فانا واجهتها يعني العام الماضي كنت في رحله هناك ومضيت وقت طويل يعني فكنت اعاني يعني ما تعودنا احنا على الوجبات السريعه تعودنا تعرف على اكل البيت الاسر الخليجيه يعني متعودين نادرا ما تكون تاكل برا يعني صح. يعني ما عندنا ثقافه انك المطاعم الا يعني ويكند او انك تعزم صاحب
واجهت مشكلة في الطبخ جدا. تمنيت اني انا يعني بتعرفش تطبخ للاسف ولا بيض مقلي ولا شيء للاسف. عندي واحدة مدلعتني انا اصلا. الله يخلي لك زي الامورة اللي معك هذه. الله يسعدك. انا شوف الامورة اللي عندك. اي الحمد لله مكفية علي. الحمد لله الحمد لله. ما صار شيء ما صار شيء. لا لا مو قصده شيء طبعا ضيفنا حبيبنا. طبعا لا بس باين عليها يعني انها مهتمه في تغذيتك طبعا الحمد لله. اي ما شاء الله عليه ما شاء الله. وانا كمان مهتم فيها طبعا. لا مدلعني كثير طبعا زوجي حبيبي يستاهل. طيب ترك المريخي خبرنا عن شيء جديد لك. والله الجديد احنا في يعني في انتظار ان شاء الله الموسم السابع لشاعر المليون. جميل. ويعني راح يكون فيه ان شاء الله نقله كبيره. حلو. في البرنامج ونفس اللجنه ولا راح تتغير؟ لا نفس اللجنه. يعني هو شوف ميزات البرامج يعني انا يعني رايي الشخصي ان البرامج يجب انك ما تعبث فيها. جميل. الجماهيريه اللي يعني تحظى بجماهيريه منذ انطلاقتها الاولى يجب انك ما تعبث في ادواتها اكيد الرئيسيه وتستمر فيها فتستمر. فالحمد لله يعني البرنامج يعني بدعم حكومي من حكومة أبو ظبي طبعا بدعم كبير من سمو الشيخ محمد بن زايد اللي هو يعني يهتم كثيرا في الشباب. حلو. يهتم في تطلعاتهم يهتم في هواياتهم يهتم في كل شيء يهم الشباب. فبالتالي الشعراء جزء من هذا المجتمع يعني ويحملون رسالة ثقافية سامية أكيد. يجب أن تصل للناس بالشكل بالكل. الصحيح. فكانت أولا مشتتة الشعر يعني كان أما عن طريق الرواة وفي العصر يعني العصر الحديث يعني الصحافة توصل بس ما توصل بالشكل اللي يليق فيك أنت أو تكون في حديث مباشر مع الجمهور. حلو. فبرنامج شعر المليون يعني صار خلاص لقائك هو ميزته بأنه مباشر لقائك مع الجمهور مباشرة يعني في برنامج يعني يبث العالم العربي. حلو. غير كذا ما اختص ان البرنامج هذا يعني عادة البرامج الثقافية تكون منوعة لا غير منوعة انها تكون اقليمية. هذا شامل عربي هذا إيه؟ انتقل يعني انتقل من الاقليمية الى نطاق اوسع. جميل. طب سؤال هيك جريء بعد 6 نسخ من شاعر المليون مين في رأيك شاعر المليون؟ والله احنا عندنا نزف كل موسم 48. حلو. ونتشرف في انه يكون 48 شاعر نزفهم للجمهور. مش ناوي تحكي لي اسم؟ الشعر شوف يعني يجب ان يعرف الجمهور احنا ما نقيم كشاعر بحد ذاته نقول الشاعر، احنا نقيم قصيدة الشاعر. وليس الشاعر وهذا المفهوم اللي يجب أنه يصل إلى الشباب. جميل. يعني عشان اللي عنده رومانسية أو عنده حساسية من هذا النقد طموح بيكون النقد يجب أنه يدرك أن التقييم ليس تقييم أنك تخرج الشخص شاعر نفسه. ولكن احنا نقيم نتاجك الشعري الأدبي. بالتالي ليس بالضرورة أن كل ما يكتبه الشاعر أنه يكون جميل. حلو. يعني أعظم الشعراء وشاغل الناس المتنبي لم يصلنا كل شعره يعني مزبوط وليس كل شعره يعني جميل ولكن هناك قصائد معينة هي اللي بقيت في الذهن. جميل. وعموما يعني الشاعر أنا في رأيي الخاص الشاعر اللي ما يحفظ له الجمهور بيت واحد ليس بشاعر. مزبوط. صحيح صحيح والله جد جد. والطباخ اللي بيحفظ له الجمهور طبخه واحده مش طباخ مو طباخ في علاقه بين الشعر والطبخ؟ ما ادري انا هذا يعني هذا يعني هسه الشاعر اذا جوعان بيعرف يكتب قصيده او يوصف وجبه اكلها او شيء كذا. انا اعرف شاعر يعني هو يعتقدون ان الشاعر انه لا يمكن انه يكتب القصيده الا في جو رومانسي في حديقه في ايوه. انا اشوف يعني في شاعر من اجمل الشعراء في السعوديه اجمل قصائده الغزليه كتبها وهو في خندق. خندق خندق نعم اوكي. في ناس بتكتب فوق الاسطوح وفي ناس بتكتب والله جد اللي بده يكتب
يكتب في شجره ما في شجره ما يكتب لا لا ما له دخل مضبوط الحكي طيب مزبوط. ايش هي وجهه نظرك للشعر الحين في الاونه الاخيره؟ والله شوف يعني هو انتشار الشعر وزياده طبعا هو زياده الشعراء وكثافتهم وكثره المنابر الاعلاميه بدون شك انه اثر تاثير كبير يعني اوكي يعني في شعراء شباب حقيقه ملفتين للانتباه ولكن في ظل هذه الزحمه والكل يبحث عن الضوء ضاعت اصوات جميله الله صحيح حقيقه يعني. صحيح فالإعلام الجديد الحقيقة يعني بقدر ما هو يعني مجال للظهور وللحضور الإعلامي إلا أنه يمكن أفسد بعض الشيء جميل جميل طيب خلينا نشوف روني وين وصل هاروني أنا بانتظاركم بانتظارنا؟ طيب يلا خلينا نشوف الوجبة والطبخة نشوف الوجبين يلا تفضل تفضل استاذي ما شربت شيء ولا اكلت شيء انت ما خليت اني مجال يا حبيبي انا لا لا انا اعمل رجيم اعمل رجيم عشان كذا ما اكل الشوكولاته تفضل يا اهلا وسهلا لكن ما اعطيتني حتى مجال اني انا تفضل لا الحين بنعطيك المجال وبناكل وبنستمتع بالطبخ اللذيذ هارون ايش سويت؟ هذا ما شاء الله حبيت طريقة التزيين هذه شو رايك بشكل الاكل؟ والله جميل لكن انا اقول يعني من خلال هذا البرنامج يعني فيه رساله حقيقه يجب ان تصل للجميع يعني هذه نعمه انعم الله علينا فيها الحمد لله يجب ان ما يعني لجميع الاسر احنا مقبل يعني على شهر مبارك يجب ان ما يكون في تسريف اسراف في الاكل والطبخات في الوجبات اللي يطبخونها جميل طيب روني ايش رايك ناخذ الصحون كلها هذه على الطاوله يلا جاهزين يلا يلا خذي انت هذا انا اخذ هذه والله الضيف طبعا ما ياخذ شيء طبعا الضيف بياخذ شيء لا اكيد طبعا تفضل وين حابين نجلس يلا هون تفضل يا اهلا وسهلا فيك حياكم في ضيافه مطبخ ابو مرضي وزوجته الاعلاميه ريهام والشيف روني في طبخه جميله ان شاء الله وريهم الطبخه تفضلوا الله لا تنسون مطبخ ابو مرضي باي باي مع السلامه يعطيك ألف ألف عافية شاعرنا الكبير الله يعافيك نورتنا يا أهلا وسهلا يا هلا يلا روني تحب ساعدكم؟ أكيد أكيد طبعا مشكورين على هالضيافة على المطبخ الجميل يلا يسعدك ويخليك حتى لك أنا حبة ساعدك أنا والله هيك نفسي في أبيات شعرية لطيفة من 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 ثمك الجميل تدري انت وش مشكلتك؟ مالها؟ بطلب اشياء في اوقات غير جيده؟ لا مش غير جيده ولا انت معك اجمل قصيده فليش تطلب قصيده؟ انا 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 كنت يعني حابك ما تخلينيش اقلب يا حبيبي لا جد يعني اعطيني هيك قصيده حلوه والله انك تستاهل الله يسعدك لكن خاف نقول قصيده انت تغار فيها لا لا قول 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 خلص نقول لا صار ودك من هو اللي يردك هذه يميني في رجا مدي مناك لا لا تقول اليوم حدي وحدك حدك تركي على نفسه من سنين بداك بداك مركب غرامي بين جزرك ومدك متى على الله تحتويني مرساك الله يا كثر ما جيتك ويا كثر صدك ارفق على قلب العنا لا ادمناك احترت انا ما بين لعبك وجدك وجدك العب على كيفك ترى القلب يفداك وإن كان كف الشوق بالحيل شدك أبشر ترى وجه السعد في محياك يا حلو تعذيبك القلب يودك ما تدري إن القلب يفرح بطرياك الله عطاك الزين ما فيه قدك كنا الحلا ياخذ حلا من ثناياك من شفاياك من شفاياك يا ضي يا ضي بجنن 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 الله يعطيك العافية الله يعافيك نورتنا والله والشكر موصول طبعا للشيف روني حقيقة أكيد ما قصر والله بيتك ومطرحك دلعنا اليوم بالاكل الجميل طيب ايش رايكم نقول باي حق الكاميرا قبل ناكل يلا نقول باي للكاميرا باي السلامه